السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة الصف الأول الابتدائي، برحب بيكم النهاردة إن شاء الله. في درس النهاردة يا أولاد هنشرح درس جديد من دروس المقررة علينا في منهج الترم الثاني، وهي بعنوان نشيد أنا إنسان. درس النهاردة يا أولاد بعنوان أنا إنسان. درس النهاردة نشيد أنا إنسان. زي ما أخدنا المرة اللي فاتت نشيد الكون المشرك، حفظنا مع بعض النشيد بالمعاني بالمفرد بالجمع بالمضاد، وحلينا تدريبات وأسئلة كتيرة عليه. فدرس النهاردة نشيد أنا إنسان، ده من الأناشيد المهمة جدا اللي احنا إن شاء الله هنحفظها مع بعض النهاردة. أنا كمان مرة برحب بكل الطلبة الصف الأول الابتدائي أولاد وبنات، وبرحب بيكم في درس النهاردة اللي هو بعنوان أنا إنسان. نشيد النهاردة يا أولاد بعنوان أنا إنسان. النشيد، ركز معي. أبني داري بالأحجار، أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، أسعد أهلي أكرم جاري، أزرع أرضي بالأشجار، أزرع أرضي بالأشجار، أجني منها خير ثماري، أجني منها خير ثماري. مرة كمان النشيد، أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، أزرع أرضي بالأشجار، أجني منها خير ثمار. مرة كمان يا ولد النشيد لازم نحفظه مع بعض. يبقى نشيد النهاردة اسمه أنا إنسان. نشيد المرة اللي فاتت كان اسمه ايه نفتكر مع بعض؟ الكون المشرك. نشيد النهاردة اسمه أنا إنسان. النشيد بيقول أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، أزرع أرضي بالأشجار، أجني منها خير ثماري. مرة كمان النشيد، أبني داري بالأحجار، أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، أسعد أهلي أكرم جاري، أزرع أرضي بالأشجار، أزرع أرضي بالأشجار، أجني منها خير ثماري، أجني منها خير ثماري. طيب شرح النشيد، ركز معايا في شرح النشيد. في هذا النشيد يتحدث الشاعر عن أهمية الإنسان في تعمير الأرض، فهو يبني البيوت والمصانع والمدارس، ويزرع الأرض التي تنبت المحاصيل والثمار التي يحتاجها ويتغذى منها. مرة كمان شرح النشيد، في هذا النشيد يتحدث الشاعر عن أهمية الإنسان في تعمير الأرض، فهو يبني البيوت والمصانع والمدارس، ويزرع الأرض التي تنبت المحاصيل والثمار التي يحتاجها ويتغذى منها. يعني ايه يا ولاد شرح النشيد ده؟ يعني في النشيد اللي احنا قرأناه من شوية اللي بيقول انا انسان ابني داري بالأحجار، اسعد اهلي اكرم جاري، ازرع ارضي بالاشجار، اجني منها خير ثمار. معنى النشيد ان الشاعر، احنا قلنا الشاعر هو اللي بيكتب النشيد يا ولاد اسمه شاعر، اللي بيكتب النشيد اسمه شاعر. الشاعر بيتحدث في هذا النشيد عن الانسان اللي هو الانسان اللي زينا. طب الانسان اللي زينا بيعمل ايه؟ بيعمر الارض. يعني ايه بيعمر الارض؟ يعني بيبني البيوت، بيبني البيوت اللي احنا بنعيش فيها، والمصانع
اللي بتصنع لنا كل المنتجات والمدارس اللي احنا بنتعلم فيها، ويزرع الأرض التي تنبت المحاصيل والثمار التي نحتاجها ونتغذى منها. كمان بيزرع لنا الأراضي بالمحاصيل والثمار اللي احنا بنحتاجها علشان نتغذى منها. مرة كمان، شرح النشيد: في هذا النشيد يتحدث الشاعر عن أهمية الإنسان في تعمير الأرض، فهو يبني البيوت والمصانع والمدارس، ويزرع الأرض التي تنبت المحاصيل والثمار التي يحتاجها ويتغذى منها. مرة كمان، شرح النشيد: في هذا النشيد يتحدث الشاعر عن أهمية الإنسان في تعمير الأرض، فهو يبني البيوت والمصانع والمدارس، ويزرع الأرض التي تنبت المحاصيل والثمار التي يحتاجها ويتغذى منها. معاني الكلمات: الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها. معاني الكلمات: معنى كلمة داري بيتي، معنى داري بيتي، معنى كلمة داري بيتي. معنى أكرم أعطي، معنى أكرم أعطي، معنى أكرم أعطي. معنى أجني أجمع، معنى أجني أجمع، معنى أجني أجمع. مرة كمان، الكلمة ومعناها: معنى داري بيتي، معنى داري بيتي، معنى أكرم أعطي، معنى أكرم أعطي، معنى أجني أجمع، معنى أجني أجمع. أنا دلوقتي لما أسأل طالب وأقول له معنى كلمة داري، معنى داري بيتي، معنى داري بيتي، وأما أسأل طالب وأقول له معنى أكرم أعطي، معنى أكرم أعطي، أما أسأل طالب أقول له معنى أجني، هيقول لي يا مستر أجمع، معنى أجني أجمع. دي يا أولاد معاني الكلمات: الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها. كمان مرة: معنى داري بيتي، معنى داري بيتي، معنى أكرم أعطي، معنى أكرم أعطي، معنى أكرم أعطي، معنى أجني أجمع، معنى أجني أجمع، معنى أجني أجمع. الكلمة وجمعها، الكلمة وجمعها. جمع الحجر الأحجار، جمع كلمة الحجر الأحجار، جمع كلمة الحجر الأحجار. جمع ثمرة ثمار، جمع ثمرة ثمار، جمع ثمرة ثمار. جمع شجرة أشجار، جمع شجرة أشجار، جمع شجرة أشجار. مرة كمان، الكلمة وجمعها، الكلمة وجمعها. جمع الحجر الأحجار، جمع الحجر الأحجار، جمع ثمرة ثمار، جمع ثمرة ثمار، جمع شجرة أشجار، جمع شجرة أشجار. أنا دلوقتي لما أسأل طالب وأقول له جمع الحجر، هيقول لي يا مستر جمع الحجر الأحجار، جمع الحجر الأحجار. أسأل طالب كمان وأقول له طب جمع ثمرة، يقول لي يا مستر ثمار، جمع ثمرة ثمار. أسأل طالبة أقول لها جمع شجرة، تقول لي يا مستر أشجار، جمع شجرة أشجار، جمع شجرة أشجار. مرة كمان يا ولاد: جمع الحجر الأحجار، جمع ثمرة ثمار، جمع شجرة أشجار. طيب، بعد الكلمة وجمعها: الكلمة ومضادها، الكلمة ومضادها، الكلمة ومضادها. وزي ما احنا اتفقنا من أول درس شرحناه في الكلمة ومضادها، قلنا المضاد يعني العكس، المضاد يعني العكس. مضاد كلمة أبني أهدم، مضاد أبني أهدم، مضاد أبني أهدم، مضاد أبني أهدم. مضاد أكرم أبخل، مضاد أكرم أبخل، مضاد أكرم أبخل. مضاد خير شر، مضاد خير شر، مضاد خير شر. مرة كمان: الكلمة ومضادها، الكلمة ومضادها. مضاد كلمة أبني أهدم، مضاد أبني أهدم، مضاد أكرم أبخل، مضاد أكرم أبخل، مضاد خير شر، مضاد خير شر.
انا دلوقتي هسأل طالبة اقول لها قولي لي كده مضاد كلمة ابني، تقول لي يا مستر مضاد ابني اهدم، مضاد ابني اهدم. اسأل طالب مضاد اكرم، هيقول لي يا مستر مضاد اكرم ابخل، مضاد اكرم ابخل. مضاد كلمة خير، هيقول لي يا مستر شر، مضاد كلمة خير هيقول لي شر. دلوقتي هنشوف أسئلة على النشيد، أسئلة على النشيد. كده يا ولاد قرأنا مع بعض النشيد وشرحنا النشيد بالمعاني بالجمع بالمضاد. أسئلة على النشيد، بس قبل ما نبدأ في الأسئلة نفتكر مع بعض النشيد بيقول إيه. النشيد اسمه أنا إنسان، النشيد اسمه أنا إنسان، أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، أزرع أرضي بالأشجار، أجني منها خير ثمار. أول سؤال، ماذا يبني الإنسان؟ ماذا يبني الإنسان؟ الإنسان بيبني إيه؟ يبني الإنسان داره، يبني الإنسان داره. وقلنا كلمة دار يعني بيت، يعني الإنسان عندما يبني بيبني إيه يا أولاد؟ بيته، بيبني إيه؟ بيته. السؤال الثاني، بماذا يبني الإنسان داره؟ طب الإنسان بيبني بقى داره بإيه؟ بيبني بيته بإيه؟ يبني الإنسان داره بالأحجار، يبني الإنسان داره بالأحجار. السؤال الثالث، ماذا يزرع الإنسان؟ ماذا يزرع الإنسان؟ الإنسان بيزرع إيه؟ يزرع أرضه بالأشجار، يزرع أرضه بالأشجار. السؤال الرابع، ماذا نجني من الأشجار؟ إحنا بنجمع إيه من الأشجار؟ نجني من الأشجار خير ثماري، نجني من الأشجار خير ثماري. مرة كمان أسئلة على النشيد. السؤال الأول، ماذا يبني الإنسان؟ الإنسان يا ولاد بيبني إيه؟ يبني الإنسان داره، يبني الإنسان داره. بماذا يبني الإنسان داره؟ طب الإنسان بيبني بقى داره منين؟ أو يبني بيته إزاي؟ يبني داره بالأحجار، يبني الإنسان داره بالأحجار، يعني الإنسان بيبنوا بيت بالأحجار. ماذا يزرع الإنسان؟ الإنسان بيزرع إيه؟ يزرع أرضه بالأشجار، يزرع أرضه بالأشجار. ماذا نجني من الأشجار؟ إحنا بنجني إيه من الأشجار؟ نجني من الأشجار خير ثماري، نجني من الأشجار خير ثمار. مرة كمان أسئلة على نشيد أنا إنسان. السؤال الأول، ماذا يبني الإنسان؟ يبني الإنسان داره. السؤال الثاني، بماذا يبني الإنسان داره؟ يبني الإنسان داره بالأحجار. ماذا يزرع الإنسان؟ يزرع أرضه بالأشجار. ماذا نجني من الأشجار؟ نجني من الأشجار خير ثمار. تدريبات وأنشطة على نشيد أنا إنسان، تدريبات وأنشطة على نشيد أنا إنسان. السؤال يا أولاد بيقول أكمل بكلمات من القائمة، أكمل بكلمات من القائمة. كلمة داري، أسعد، جاري، أرضي، أجني، ثماري. مرة كمان أكمل بكلمات من النشيد، داري، أسعد، جاري، أرضي، أجني، ثماري. هنكمل في النشيد الكلمات دي، والكلمات دي غالبا هتظهر باللون الأحمر. أبني نقط بالأحجار، أبني داري بالأحجار. نقط أهلي، أسعد أهلي، أكرم نقط، أكرم جاري. يبقى البيت التاني، أسعد أهلي أكرم جاري. أزرع نقط بالأشجار، أزرع أرضي بالأشجار. نقط منها خير نقط، أجني منها خير ثمار. مرة كمان السؤال، أنشطة وتدريبات على نشيد أنا إنسان، أنشطة وتدريبات على نشيد أنا إنسان. أكمل بكلمات من النشيد، داري، أسعد، جاري، أرضي، أجني، ثماري. أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، أزرع أرضي بالأشجار،
أجني منها خير ثمار. تابع أنشطة وتدريبات على نشيد أنا إنسان. اقرأ النشيد ثم أجب. أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، هات نايل. مرة كمان تابع أنشطة وتدريبات على نشيد أنا إنسان. اقرأ النشيد ثم أجب. أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، هات مايل. كلمة بها ياء ملكية، كلمة بها ياء ملكية، كلمة داري. بس يلا يا ولاد نطلع كل الكلمات اللي فيها ياء ملكية. أول كلمة داري، تاني كلمة أهلي، تالت كلمة جاري. يبقى احنا يا ولاد عندنا ثلاث كلمات فيهم ياء ملكية، ثلاث كلمات فيهم ياء ملكية. أول كلمة داري، تاني كلمة أهلي، تالت كلمة جاري. هات حرف جر متصل. نفتكر مع بعض حروف الجر المتصل. هم ثلاث حروف، الباء واللام والكاف. احنا اخترنا كلمة بالأحجاري، هو حرف الباء اللي موجود بكلمة بالأحجاري. هنيجي ندور على حرف جر متصل كمان، مفيش غير كلمة بالأحجاري. أول سؤال، بماذا يبني الإنسان داره؟ الإنسان بيبني داره منين؟ أو بيبني داره بإيه؟ يبني الإنسان داره بالأحجار، يبني الإنسان داره بالأحجار. مرة كمان، تابع أنشطة وتدريبات على النشيد. اقرأ النشيد ثم أجب. أبني داري بالأحجار، أسعد أهلي أكرم جاري، هات ما يلي. كلمة بها ياء ملكية، كلمة قلنا داري، كلمة أهلي، كلمة جاري. حرف جر متصل، حروف الجر المتصلة الباء واللام والكاف، هو حرف الجر الباء في كلمة بالأحجار. بماذا يبني الإنسان داره؟ يبني الإنسان داره بالأحجار. كده يا ولاد النهاردة شرحنا نشيد أنا إنسان، وقبل كده شرحنا نشيد الكون المشرك. قرأنا النشيد مع بعض، فهمنا معنى النشيد، المعاني، المفرد، الجمع، والأسئلة وأنشطة وتدريبات عليها. كده يا ولاد النهاردة خلصنا درس النهاردة اللي هو نشيد أنا إنسان. إن شاء الله هنتقابل في درس جديد من الدروس اللغة العربية المقررة علينا في الترم الثاني. أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.